حياكم الله من جديد. احنا اليوم وكما عودناكم كل يوم سبت عندنا قصة لملهم او ملهمة. اليوم احنا اخترنا ضيفتنا يعني لانه قصتها تتزامن مع شهر اكتوبر اللي هو الشهر الخاص بالتوعية بسرطان الثدي. يعني اصيبت فاطمة او دكتورة فاطمة بسرطان الثدي في عام 2008. بعد ذلك بدأت قصة الكفاح والتعايش حتى اصبحت رائدة في التوعية والتثقيف الصحي. معنا في الاستوديو الدكتورة فاطمة العبادي، طبعا ملهمة ونموذج نفتخر به. حياك الله دكتورة. الله يحييك، لي الشرف أكون معاكم. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. اليوم اللي يشوف بس الأشياء البارزة من حياتك، منها الكتاب لجي تي في وكان بين يديك، إضافة للحرب الشرسة اللي خضتيها ويمكن حبيتيها نوعا ما، الحمد لله. كيف كانت البداية معك وكيف بدأ معك سرطان الثدي والمرحلة اللي تجاوزتي فيها؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين. طبعا الإنسان بيمر بحياته بكل المراحل، الصحة والمرض، الفقر، الغنى، الحزن، الفرح، النجاح، الفشل، فهذه طبيعة البشر كلهم، ولكن اختباراتنا تختلف من فرد لفرد. أهم شيء الإنسان عندما يعني ينزل عليه أي اختبار يكون عنده قوة إيمان ورضا بأنه الله سبحانه وتعالى نزل أكيد في عسر وفي يسر، سبحان الله. فكانت البداية أول شيء أنا يعني العائلة ما فيها هذا المشكلة، ولكني من عملي في التخصصي أنا أعمل مع الأورام وشايفة الأمراض كلها حولي. أساساً أساس عملك؟ أساس عملي توعية وكل الأمراض، وعندنا 16 برنامج توعوي من ضمنها الأورام. فكنت دائماً أروح دكتورة؟ ها؟ وش تخصصك؟ تخصصي تثقيف صحي. أوكي. أي. فكنت دائما اروح واجي، ولكن سبحان الله قسم الاورام كل ما ادخل غرفه العلاج الكيماوي ادوخ واخرج، اقول لهم انا ما اقدر ادخلها سبحان الله. فيشاء الله بسبب الكيماوي، عفوا دكتور. ايوه ريحته تخليك تدوخي كذا، فكنت ما اتحملها، فكنت عادي عشان اروح زيارات من عملي اني ازور المثقفات واشوف عملهم، ولكن ما كان عندي قدره اني انا اقعد في غرفه الكيماوي. فيشاء الله انه يختبرني بالكيماوي. فطبعا أنا من خلال عملنا احنا بننصح بالكشف المبكر، وانا واحده بعمل كشف مبكر كل سنه، نعمل ماموجرام التراساوند ماموجرام التراساوند، وهذا شيء بننصح فيه كل السيدات. طبعا في سنه يعني في سنه 2008 شكوا انه في حاجه، فقالوا لا نبغى نعمل فحوصات اكثر. بعدين وجدوا سبحان الله، طبعا لما وجدوا اكتشفوا عندي تغير في الخلايا، هي كانت في بدايتها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وانه كانت وراء خلف خليه اللي كان فيه تكيسات، هي كانت في الخلف. لو ما كانت الاخصائيه تبع الاشعه شاطره ودبجت الابره من وراء واخذت العينه كان برضو تطلع سليمه، ولكن هي اخذت تكيسات عاديه كل السيدات عندهم 90%، فهي دخلت الابره من الخلف وسحبت لقت بدايه تغير في الخلايا. فهذه اول فضل وشكر لله ان انا اكتشفتها في البدايه. طبعا دكتوري كان له كلمه جميله، الدكتور اللي لما جاء اعطاني التشخيص قال لي فاطمه انت اكيد عامله خير في حياتك. هذه الكلمه قعدت معايا طول فتره العلاج وطول فتره انه اكيد هذه خير، هو الله نطقه بدي الكلمه، ولكن هذه الكلمه كانت عامل هدوء لي يعني استشفيت منها القوه انه لا اكيد في خير. قالها لك لما تاكدت الاصابه؟ قالها لي، هو جابني ايوه خلاص بدي ينقل لي الخبر، فخايف كيف ينقله. هم في الاول قالوا لي سليمه ما عندك شيء، لما عملوا فحص ثاني وجدوه مش سليمه، فكيف بدهم يقولوا لي الخبر الثاني؟ فجابني كذا في العياده بهدوء وقال لي، طبعا احنا زملاء ونشتغل، فقال لي فاطمه انت اكيد عامله خير في حياتك، وجدنا الخلايا باديه تتغير، هذا خير ترى، مو خير. انا دائما الانسان لما يكتشف المشكله في اولها خير، احسن ما يسكت عليها وتنتشر. صحيح. وتصير مشكله كبيره وما يقدر يحلها، ففعلا خير. فيعني يمكن هذه بدايه اني انهي هذه المشكله من جسمي ما تتطور اكثر. فأنا كل ما أتذكر كلمة تقول الله يجزاه خير بدأ لي الكلمة بكلمة خير، فكانت داعمة لي طول فترة العلاج. طبعا مريت بالعملية وبالعلاج الكيماوي ومشاكل وكذا، لكن سبحان الله 6 شهور. لكن زميلتي سبحان الله جات تزورني اسمها ديمة بلطجي، قالت لي فاطمة حب الكيماوي يحبك، عشان كذا أنا سميته أغرب حب، حبيته. اللي كنت تدخين منه؟ اللي كنت أدخ منه قلت لا، هو هذا كتابك اسمه أغرب حب، هو أغرب حب للكيماوي، عمره ما حد حب الكيماوي، أنا حبيته. عقدت اتفاق إني أنا لما أروح على غرفة الكيماوي إني بقابل كائن، هذا الكائن قاعد يعالجني وقاعد يصفي جسدي من أي ضرر أو خلية تكون موجودة في أي مكان وينظفه، فهو قاعد يخدمني، فليش أنا أخاف منه؟ ليش أنا يعني بديتي تتعايشين معاه نفسيا؟ نفسيا
فأنا حبيته، كنت أروح وأنا بكامل النفسية المتفائلة، حتى ألبس ملون وأروح وأنا مرة فريش ومبسوطة وأدخل كده على غرفة الكيماوي. العلاج النفسي يا دكتورة. أيوة نفسي. الله يسعدك، قلتها. العلاج أربع شغلات: بجسدي، نفسي، روحي، ودعم من المجتمع والأهل. هذه الأربعة إذا توفرت بإذن الله نسبة التشافي عالية جدا، وكثير من المراجع والأبحاث أنا قرأتها. هو عندنا في المراكز بس يركزوا على العلاج الجسدي، في ثلاث أركان ثانية مفقودة، هذه لابد أن تكون موجودة. الحمد لله أنا حظي وقدري وربنا يعني قدر لي فريق عمل جيد، أهل جيدين، صحبة جميلة ورائعة، رئيس كان رائع، كل اللي حولي كانوا داعمين بشكل جدا جميل. هذا واحد. أنا لما تغيب يوم في خلال العلاج ما تغيبت، قالوا له خذ إجازة، ما أخذت، لا داومت حتى أشعر أني أنا إنسانة منتجة وإنسانة عادية. أتعب شوية أخذ يوم كان إجازتنا خميس وجمعة، أخذ يوم الأربعاء أروح أريح، الخميس الجمعة أنا جسمي كله مرهق مرتاحة في البيت على مهلي مدري. ركزيلي على الموضوع هذا يا دكتورة، قوليلي ليش. لأنه إحنا استضفناك اليوم لجزئين مهمين، جزء أول شيء لتوعية الناس، والجزء الثاني اللي هو هذا الكلام اللي تقولينه الآن، تلهمين الناس كيف أنت كنت قوية وصبورة. ركزيلي على هذه النقطة يا دكتورة. والله شوف القوة هذه كيف تحديتي نفسك. أول حاجة لازم تكون عندك داخليا، هذه اللي يسموها تحفيز داخلي بالإضافة للخارج، الاثنين، فالاثنين يدعموا بعض، بحيث أنه أي شخص فينا يمر بأي أزمة، مو بالسرطان، أي أزمة في حياته من جوة لازم يكون قوي. زي البيضة لما تكون جوة قوية لو قشرتها برضه هي قوية، لكن لو كانت من جوة نية تقشرها تنكب على طول. فالقوة الداخلية مرة جدا مهمة. هذا أول شيء، أنت تبعث تقرأ أشياء إيجابية، تشتغل على عقلك الباطن، أشياء روحانية جدا جميلة جدا جميلة. اقرأ القرآن. القرآن سبحان الله يعطي نوع من الهدوء، الاستغفار، الدعاء، ما تدري كيف سبحان الله سكينة. يكون دمك بيفور هو يجي. بالإضافة أهلك، يعني أنا أول ما جاني الخبر أنا بلمت، يعني بشر، أنا في النهاية بشر ما عرفت، جاء كانت صدمة جدا قوية، فقعدت كده. فأول حاجة إيش أسوي، جبت اتصلت على أخويا طبيب اسمه دكتور عبد الناصر ودكتور كلا، فقلت له تعال أبغاك في المستشفى، هو في مستشفى ثاني في قوى الأمن وأنا في التخصصي. فجاء كذا كان عنده اجتماع صدفة، كان جاي للاجتماع مر علي، فأنا خايفة أفجعه، فقاعد أقول له أنا بعمل فحص كل سنة ماموغرام، وطبعا هذه السنة أنا قلبي مهد يعني عشان ما أفجعه لأني أنا انفجعت. فقام قال لي إيوه إيش فيه إيش فيه، قم قلت له والله يا هذه السنة بيقولوا الخلايا تغيرت وشكلها أصبح فيه حاجة كده خلايا كويسة، ماني قادرة أقولها ماني قادرة والله صدقا في الأول ماني قادرة أقول صارت ما هي كويسة. أنا الآن أعذر المرضى لما ما يبغوا يسمعوا هذا الاسم، أبغى أقولها ماني ما هي قادرة تطلع مني، أنا ماني قادرة أواجه نفسي. فقام قال لي كده قاعد يا شيخة بس كده مرة بسيط يا الله الناس كيف كل... تهون إجابته كأني كنت بغلي وانطفيت. بس هو كده قاعد قال لي فكرت في حاجة كبيرة بسيط، احنا عندنا كثير ممرضات في المستشفى ويجوا يداوموا، حتى شعرهم طايح الفلبينيات ولا عادي جايه بدون شعر وبتداوم وزي الفل. طبيب وعارف هو، وما شاء الله الابحاث والتطور في هذا المجال كبير جدا، ما تخافي. خلاص انا هذه هديت انطفى الغليان. وكانك حققتي عنصر من الاربعه. ايوه الان انا هديت، وبعدين كلام من طبيب مش من واحد حي الله يعني إنسان لا فاهم إيش قاعد يقول. بالإضافة للدكتور اللي قال لي الخبر قال لي أنت عاملة خير، بالإضافة زميلتي اللي كانت ماشية جنبي وهي أخذت الخبر، طبعا هو جمع كل اللي في القسم قال لهم، لأنه في ناس لما يتلقوا خبر الإصابة يغمى عليهم، فهم كانوا متوقعين أني أنا حيغمى علي، لأنه كان أول الأسبوع قالوا لي أنت سليمة، بعدها بيومين نادوني قالوا لي لا. فطبعا أنت تخيل الصدمة اللي حتجيكي، كنت سليمة فجأة ما أنت سليمة. فقالوا اكيد حيجرى لها شيء، فجابوا صحباتي كلهم اللي انا بشتغل معهم، قال لهم خلوكم مستعدين لو حصل لها شيء في العياده، لانه في حالات عندنا يحصل لها رده فعل، ردود الفعل تختلف من شخص لشخص. طبعا في ناس ردود فعلهم يبلموا، في ناس تصير حاله هستيريه، في ناس يغمى عليهم. طيب دكتوره في ناس ما يصدق صح، في ناس ايوه ما يصدق. طبعا هذا عدم التصديق هذا عند كل الناس وارد، يعني ترجع تقول يمكن هم غلطانين، اعمل فحص ثاني، يمكن جابوا عينه من حق ثاني، يمكن غلطوا، يمكن، ادي له وقته حيهدى
هيدا، بس لازم احد يكون كمان داعم من المجتمع، من الاصحاب، من الاهل. الفريق الطبي بيعمل جزء والمجتمع والاهل عليهم جزء كمان. طيب دكتوره فاطمه، يعني حتى يعني الان احنا برضو لازم نتذكر ان احنا في شهر التوعيه، خلينا نقول زهره اكتوبر معانا اليوم. الله يسعدك، الله يسعدك دكتوره. في احيانا تفاصيل او ظروف مستحيل مريض السرطان او خلينا نقول محارب السرطان الناس تشوفها حواليه، هو اللي يعيشها لوحده. يمكن يكون سؤالي قاسي عليك، لكن دكتورة فاطمة كيف ردت فعلك لما كنت تشوفي نفسك في المراية؟ هقول لك شغلة، في الأول أنا يعني قاعدة أفكر، أنا ما فكرت في شيء، فكل كان همي كيف أنقل الخبر لأهلي. أنا البنت الوحيدة مع مجموعة شباب، أهلي في المدينة، كيف أنقله؟ إيش أقول؟ عملي إيش حيصير فيه؟ وضع إيش حصير فيه؟ كان هذا الهاجس الأكبر، ما فكرت بشكلي الآن، ما فكرت أنا، كان الهاجس الأكبر كيف أنا أوصله. طبعا هذا الموضوع ما كان في بالي أبدا لين بدأت العلاج الكيماوي. طبعا أول شيء قلت لهم أنا أبغى شكلي زي ما أنا، أدخل العملية أخرج العملية أنا، ما تغيروا شكلي. فطبعا هذا جزء جدا مهم عند أي إنسان ترى، مهما قالوا لك الناس والله إحنا أبطال، لا أنت تعودت على شكلك. حتى الناس اللي يكونوا تخان ويعملوا عمليات التنحيف أول حاجة بيصابوا باكتئاب لأنه صار شكله إنسان آخر، فأنا لازم أهيئه نفسيا لتقبل الشكل الآخر. فأنا قعدت كده، هم ساعدوني إنه عمليتي كانت إزالة وترميم في نفس الوقت، فأنا ما تغيرت. فجزاهم الله خيرا وأنا أشكرهم على هذا الشيء، وأتمنى إنه هذا الشيء ننظر له كطاقم طبي في علاج المشكلة الثدي عند كل السيدات. الحاجة الثانية لما نزل شعري، طبعا هذه كانت مؤلمة لي أكثر من الكيماوي. مؤلمة. شلون؟ ما أقدر أشوف نفسي بدون شعر. بدون شعر أنت مو أنت، أنت دائما بتشوفي نفسك في المراية. فأنا أقعد كده يعني، فأقول لك أنا من يوم اكتشفته لين بدأت العلاج لين سويت العملية لين خلصت أنا ما بكيت. لما شفت نفسي بدون شعر بكيت هنا. المرحلة هذه اللي كانت لأنها فعلاً تتعلق بفترة الأنثى يعني. أي ما أدري، لا تشوف نفسك واحد ثاني، أنت واحد ثاني مو أنت. صحيح. فعرف هذه الشغلة يعني نفسياً، يمكن الأطباء لما تيجي تقولهم يا شيخ لأنه موضوع مؤقت حيرجع ثاني، بس هو تغيير نفسي. خليني أستوقفك عند هذه النقطة دكتورة، يعني هل هذا الموقف كان أصعب موقف عليك في حياتك؟ جاوبيني نعم أو لا. أي أصعب موقف مر عليك. طيب إحنا الآن نتحدث عن قصتي في برنامج من السعودية، وأنت نموذج للإلهام، كيف تجاوزتي هذا التحدي وهذا الموقف الصعب ووصلتي إلى ما وصلتي إليه الآن دكتورة من الإنجازات والإلهام والمبادرات؟ أول شيء شكر لله سبحانه وتعالى إن إحنا مسلمين وعندنا قواعد روحانية كثير، الصلاة، الدعاء، الصدقة، هذه ثلاث أشياء فعلا جميلة جدا جدا، وحتى وأي إنسان يداوم عليها حيشوف بركتها في حياته. الصورة هذه دكتورة؟ أيوة، فحيشوف بركتها في حياته. بالإضافة إنه العلاج هذا يشوف الطاقم الطبي المتخصص يمشي عليها. الحاجة اللي بعد كذا الحياة إن هو داخليا يبدأ يشتغل على نفسه، لازم يعمل برمجة للعقل الداخلي اللي عنده، العقل الباطن، إني أنا حتشافه. ودائما تفاءلوا بالخير تجدوه، وهذا الشيء جدا مهم. الحاجة اللي بعدها الأهل اللي حوله والأصدقاء، الدعم الموجود هذا جدا مهم. فإذا أنت أخذت العلاج البدني والعلاج الروحاني والعلاج النفسي وأخذت دعم المجتمع ودعم وتوفر العلاج، طبعا إذا هو متوفر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. في ناس كثير يمكن بيعانوا ومو قادرين يوصلوا للعلاج، هذه كمان حاجة يعني إن شاء الله نوصل إنه العلاج يكون في متناول كل فرد موجود على أرض المملكة العربية السعودية. طبعا دكتورة فاطمة يعني كتاب أغرب حب، يمكن الناس حتستغرب ما يعرفوا إيش أغرب حب. أغرب حب، لكن فعلا يعني اللي بيشوف الكتاب بيعرف أنه في تفاصيل مع رحلتك. أيوة. يمكن جذبني سميحة، إيش سالفتها سميحة؟ سميحة هذه صديقتي اللي أنا عايشة معها في السكن، أنا ساكنة في السكن لأنه أنا من أهل المدينة. فسميحة إنسانة قوية جدا، ولما أنا تشخصت إن شاء الله أنه فترة الصيف كل الناس مسافرة. أيوة. حتى أعز صديقاتي مش موجودين، فلما يعني كل واحدة أتصل عليها ما هي موجودة، هم كانوا يفكروا أنه بمزح وكذا، فأنا مرضيت أقول بالتليفون أي شيء لهم. لما يجوا سميحة أنا يعني عارف المرأة الفلسطينية القوية التي يعني واجهت اليهود وواجهت الاستعمار وكل شيء. أنا لما قلت لها ترى أنت وأنت مسافرة حصل كذا كذا، هي بلمت وكأنما يعني خلاص ما عرفت تنطق. وقلت لها لا ما تخافي ترى أنا كويسة.
فحسيتها في ديك اللحظة ضعفت، مو سميحة القوية. فهذا الخبر أي إنسان بيضعف أمامه سبحان الله. لكن هي كانت مساندة لي بشكل جدا قوي. سوسن برضو كانت جدا معايا، هي اللي بتنام معايا في كانت غرفة العمل، ما عندي أهلي كلهم في المدينة، فكانت هي اللي رافقتني صراحة في المستشفى. بقول لك الدعم الأصحاب والأهل جدا مهم. سميحة هي اللي حلقت لي شعري طبعا، لأن إخواني كلهم رفضوا، قلت لهم احلقوا، قالوا لا ما نقدر، ما قلبنا ما يعطينا. فهي اخذت ماكينه الحلاقه، لان هي كانت تصف، هي كفرت نفسها، هي اللي تعمل شعرها وتقص وتظبط تسريحتها، قلت لها اني شاطره يلا خذي الماكينه واحلقي لي. ففعلا يعني لما ايش كانت تردد سميحه وهي تحلق لي؟ تغني الشعر الغجري المجنون، تقول لي تزعل نسوي لك زي عبد الحليم حافظ، احنا نبغى نعمل الجو فكاهي ونضحك يعني. طيب اللي في الصوره اعتقد هذه الاميره صاحبه سمو الاميره حيفا الفيصل. يعني انا هذه اميره القلوب والله. أنا ما أشوف زين، الأميرة هيفاء ولا لولو؟ أميرة هيفاء الفيصل، أميرة القلوب بكل معنى الكلمة. داعمة، عندها مبادرات جميلة صراحة. داعمة مو بس للجمعية، داعمة لنا فردا فردا. وتعرفنا من يوم ما تشوفنا هي عرفتنا والله، متواضعة خلوقة معطاءة، ما أعرف إيش أوصف فيها، ما أعرف ما وصفتها. طيب مادة أنا لفت انتباهي العنوان حق الكتاب، هو ترى شو اسمه عنوان، حبيت اخرج عن النمط، عنوان تسويقي هذا. لا انا حبيت، لان انا اقول لك لو لان اللي يشوف العنوان يعتقد انها قصه عاطفيه، وانا ابغاهم ماجدولين وستيفن. هو هذا الان انا اخذت دوره تدريب في مع الاستاذ محمد الفريح مدير التسويق في العبيكان، فدرسنا كيف ان احنا نعمل، درسنا كيف ان تعمل انت اركان الموضوع وكيف انت تسوق لشيئك. لكن بالاضافه انا كان هدفي ما اعملها سرطانه ثدي، لانه الناس تخاف منها، يمكن الرجال ما يقروها، وانا ابغى الرجال يقراوها، لانه هم جزء داعم قوي للمراه، للام، للاخت، للابنه. فيها رسائل للمريضه، للام، للاب، للزوج، للابن، للاصحاب. هذا متوفر في كل المكتبات، في مكتبه العبيكان. طيب. متوفر في معرض الكتاب، وان شاء الله يعني اليوم حيكون في المنصه توقيعي باذن الله. باذن اتشرف والله، شرف لنا والله. ولو اي احد محتاجه بالعكس، انا هذا هو يعني عمل لوجه الله. فيعني انا اللي خلاني اعمله كنت ادعم، انا عملت جمعيه، مجموعه زهره امل، في جمعية زهرة، وهذه مجموعة دعم لكل واحدة مصابة. فهدفنا لو واحدة دخلت على التشخيص وخايفة وتبى تهرب، نجيبها ونقعد معها، فسبحان الله نبدأ نغير منظورها للعلاج، فتبدأ تنطلق وتروح رحلة العلاج وتنضم لنا، وسبحان الله ينتقلوا من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي. تعرفي دكتورة شو المشكلة اللي هي تسبق مرحلة العلاج؟ أصلاً نخاف نكشف نفحص. أيوة أيوة. هذه مشكلة. أنا عشان كذا بدي أقول ما تخافوا، لازم أنا أواجه الموضوع وأعرف إنه له علاج. أنا أخاف من شيء ما مجهول، من الشيء المجهول اللي ما له شيء، لكن شيء أمامي. خصوصاً التأخير مو لصالح أحد أبداً. لا لصالح المريض ولا لصالح. عشان ما يغنوا لها شعر الغجري. لا بالعكس. وفي ناس الآن العلم تطور صدق، لما يكشفوه في الأول ولا كيماوي ولا شعر ولا شيء. جدا بسيط، بس ياخذوا الورم يشيلوه ويبداوا على علاج مكملات وخلاص. احنا الظاهر الشباب مجهزين لنا كليب بعد على ما اعتقد، حنشوفه. هاي راشد ولا فاصل؟ فاصل. طيب دائما عندنا مشكله في لازم ناخذ كلمه اخيره من زهره اكتوبر الدكتوره فاطمه. دكتوره الان وقت الفحص، ووقت خلينا نقول يمكن في ناس اكيد قاعده تتعالج، باختصار ابغى كلمات القوه اللي تصدر منك توصل لقلوبهم. بدي أقول لها أي امرأة ما تخافي من الفحص، ودائما كوني مؤمنة تفائلي، فالله معك والملائكة يستغفرون لك والجنة في انتظارك، أنت في الدنيا وفي الآخرة أنت من أهل الجنة، فما تخافي. طيب، طيب. أنا قبل ما أختم معك إذا تسمحي لي. ارتاحي دكتورة، بس مخرجنا حناخذ توقيع لازم أصورها، ما ينفع. طيب انت قومي عندها، حجزت قبلك ترى. لا انا ما متوقعه. كلكم مخرجنا يعني انا والله ما اعرف العدد الموجود. لا لا ارتاحي دكتوره تفضلي نبدا. بسم الله. بسم الله اعملها هنا. اوكي خذي راحتك، المخرج حياخذ لقطاتك كامله. نهى نهى وكل شرف، سعيدة جدا جدا سعيدة مذيعة برنامج من السعودية. من السعودية كويس حافظ اسم البرنامج دكتورة والله. لا منك لأن نحن لا يمكن ننساكي. الله يسعدك، أرجو لك رحلة ممتعة بين فصول رواية
طبعا هذه منصة توقيع على الهواء مباشر من خلال قناة السعودية يا دكتورة. الله يسعدكم يا رب، وإن شاء الله دائما الناس عندها العافية، وبإذن الله بإذن الله السرطان يوما ما حينتهي بإذن الله، طول ما في قلوب ونفوس قوية ودعم دكتورة حينتهي بإذن الله. الله والله ما يخوف، صار هو مشكلة مزمنة لا أقل ولا أكثر. معلش زملائي ترى انا شغلت مع الدكتوره، التختيمه خلوها عند عبد العزيز، ها بجيب له كتابه وبيوصل كتابه وكل شيء. فاصل، لا نروح فاصل، انت بتختمين بدري يا طيب شكرا لك دكتوره فاطمه العبادي، ملهمه ومتشافيه من سرطان الثدي، ملهمتنا اليوم في فقره قصتي لهذا اليوم. احنا راح نطلع لفاصل قصير والجزء الاخير بعد الفاصل ان شاء الله.